كيف يعقل انه ممثل ديال الساكنه اللي انا وياه شخصيا جلسنا مع وزير الصحه السي انس الدكالي، واعترف هو شخصيا انس الدكالي الوزير اعترف على انه كاين خصص مهول ووضعيه كارثيه ديال الصحه في تاولات، كيجي الرئيس المنتخب اللي كنسميه انا رئيس فاشل وامام الله وامام الناس، لانه علاش؟ اولا لا يتواصل مع الساكنه ولا يتواصل مع المعارضه ديال الساكن ديال المجلس اللي هي فئه منتخبه من طرف الساكنه. هنايا انا اعتبر على انه الرد اللي جا على المعارضه من طرف الرئيس بانها لم تتلقى شكايه، يعني الرئيس كيحسب راسو نيابه عامه ولا محكمه، هذا منتخب ديال الشعب لا يحتاج الى شكايه المواطنين. انا كمنتخب ديال الشعب كنشوف وضعيه كارثيه ديال المستشفى، انا واختي ومرتي واختك ومرتك وكذا كنمشيو للسبيطار كنلقاوه كارثي. وبهذه المناسبه ما كنحملش المسؤوليه للمندوب، كنحمل المسؤوليه للوزاره ديال الصحه، لانه كان توزيع سوء توزيع كارثي في تاوليرت. اذا به كان من الاجدر ان المواطنين حيت هذا الرئيس تعنت وما باش يسمع لا للمعارضه ولا للمواطنين، نطبقوا الفصل 123 من القانون 113-14 اللي كينص 113-14 ياك هو هذا اللي كينص على انه من حق المواطنين باش يقوموا بعرائض حسب يعني النسمه اللي كاينه، يعني في تاوليرت 400 مواطن نديروا عريضه ونتقدموا للجهات العليا، لان هذا الرئيس رئيس فاشل وما بغاش يسمع التطلعات تاع الساكنه، واول رئيس في التاريخ ديال تاوليرت اللي كيدير المشاكل للبوليس وكيدير المشاكل للسلطه وكيدير المشاكل للعماله وكيدير المشاكل للناس كل شيء. يعني السلطه خصها هي تاخذ الامر بالحزم وتوقفوا عند حده، لان هذا الرئيس رئيس عنجهي متغطرس كيحسب راسه انه قارون ديال تاوليرت وماشي هذا هو اللي بغات الساكنه. وهذا هو تحياتي للجميع.